الإمام موسى بن جعفر ساعة الاحتضار ينظر يمنى يسرى ما يشوف لا ولد يمه ولا زوجته يمه ولا أولاده ولا بناته ولا أصحابه بين تلك الحيطان الخنساء اللي تحيطني في دائرة السجن. أيوا سيدا وموسى بن جعفر حتى وافته المنية وهو على هذا الحال. فهذا غريب يريد من يبكي عليه، احنا نريد نبكي عليه بلهجة يا باب الحوائج. ايه يقول هنا الامام اخرجوا جنازة وياه، قال علي بن سوي واقبلوا بجنازة الامام حتى وضعوها على متن جسر بغداد والسند يصيح هذا إمام الرافضة. ألا فمن أراد أن ينظر يحضر وينظر إليه فليحضر. قال ابن سويد بينما أنا كذلك إذ مر طبيب من النصارى قلت له أقسم عليك بالمسيح عيسى ابن مريم أن تنظر لنا علة هذا البيت، تشوف لي البيت وتعرف سبب وفاته. يقول أقبل شم رائحة يده وانصرف. قال يا ابن سويد إذا كان لهذا الميت عشيرة فلتأتي تأخذ مثال، إنه والله مسموم. يصرخ يصرخ الله ودمعة السيد، والله يصرخ الله ودمعة السيد. السيل يشبو الهاشم يا بهالي الكم 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 سجين يهدم الحق. اي شباب الكم سجين يهدم الحيل، قضوا شيعوا اربع حمامين، والله قضوا شيعوا اربع حمامين. ردنا ردنا الهواشم تركب الخيل أو تحضر قبل ما يظلم الليل، والله تحضر قبل ما يظلم الليل. لا عشاء ولا عند جنازة تجيل عادينا شالوا نعش شيعته مروا بالنساء تطلع. أنا دائما أذكر هذا الكلام، يقول هذا الشاعر الحرب يا محمد الخالات عازتها عازة. أدقعد قبال الإمام ملا جليل الله ينطيك العافية حبيبي. اي هنا قبال الإمام شوية خل نون، والله والله مهضومين مهضومين يا باب الحوائج، مظلومين يا سيدي ادركنا اشفع سيدي للعراق يا باب الحوائج. الله اكبر. يقول لي يا محمد الخالات عازت عازة والما ورا اصياح وحش الجنازة. أنا قرأت بالكتاب بالتاريخ إبراهيم خليل الرحمن صلى ودعا قال له إلهي أطلب منك ترزقني بنية أريد بنت. قال له لا عجيب، ليش مولانا تطلب بنت؟
قال الشك ثوبها علي تنضب خدها تبشي علي رد لبني موسى بن جعفر من لطب خد علي نشوان وسلم طلعت تشيعنا عشوانها ويلوق ابن النساء على البيت حنته وبواجيها ترى وحشة وحشة جنازة تصير إذا ما حد بج عليها والكاظم عليه شديت حزمه ولطمة النسوان أقرب بيت الدعاء حتى نمسح المجال جزاكم الله خير يا باب الحوائج يا موسى بن جعفر يا الله مولاي أبو صالح أعزيك يا سيدي يا حجة الله في أرضه أعزيك يا مولاي بس أريد أقرأ هنا وهي لك التعزية يا سيد اللهم بحق موسى والجواد ارزقنا زيارتهما آمنين مطمئنين يا الله فد شوي لحظة أريد فرد ولا وكلكم وياها يصرخ يصرخ الناعب دمع ساجن والله يصرخ الناعب دمع ساجن بدمع شاجم أولاه يا محنة الكاف فوق السجن فوق الهضايا شوية انتبه عند كلمة هنا يقول يصرخ اللاعب دمع مسجوم على الماتب سجن هارون مسموم والله على الماتب سجن هارون مسموم والسندي أم جناس تيحوم يا الله والسندي أم جناس تيحوم ينادى عليه بلفوض بشوف انتم تشوفون حديد هذا حديد هنا هذا شنو معنى الحديد حتى تعرفون ترى كل مسجون محددين من يموت يوخرون الحديد عنه بس موسى بن جعفر طلع وجنازته والحديد برجليه وبرقبته ينادي السندي أم جنازته يحوم ينادى عليه بلفظ ما يشوف إمام الروافض مات اليوم هنا أرد أختم لا كان أقول اتخف الهموم ما مات من الماي محروم والله ما مات من الماي محروم ولا بالحوافر سحقة القوم تمام يا مولا يا باب الحوائج قطعوا كبدا قطعوا أمعاك بالسم ودفنوك رأسا لكن الحسين سحقوا جسده واي ماما لا جمعين أقول ادخف الهموم
والله ما مات من الماي محروم ولا بالحوافر سحقت القوم. ولا ولا يا ابو اليمة يا مظلوم عقبة عقبة لسبد زينب وكلثوم.